هناك مناقشة نسجلها ونشاركها مع الناس، مع المهتمين بهاي العلوم العظيمة. فطالب يقول: أنا أفضل أن أترك الكونيات كلها هذه وأذهب إلى المصدر مباشرة. أناقشكم بهذا الأمر يا أخواني وأخواتي، كل واحد يسمعني وسجل يعني هذا الحوار، أقصد ممكن حتى يعني أقصد تحمله بقناتك. هو هنا هذا الخطأ الكبير جدا، لأن إحنا جاي نستخدم الكلمة، ها ويانا نستخدم إحنا الكلمة، والأكوان أعمق بتريليونات المرات من أفكارنا ومن كلماتنا. كيف؟ الطالب من يقول أنا أذهب إلى المصدر، أنت عرف ما معنى تذهب، وعرف المصدر. طيب تذهب، عرف لي شنو تذهب. وحتى لو يظهر لك المصدر، ما فيه بأفكارنا وكلماتنا حنقول هذا حقيقي ومش حقيقي، هذا مش موجود، لأن أنت كيف حتعرف حقيقي ومش حقيقي؟ ما فيه معنى إذا يأتيك المصدر ويقول لك: أنت التقيت بي، أنا المصدر وأعرفك عن نفسي. المصدر هيك يتكلم معك، يقول لك: أنا كل الأبعاد، وأنا الأبدية، وأنا الذكاء الأبدي، وأنا المحبة الأبدية. طيب أنت كيف حتقتنع؟ ممكن أنت تقول هذا مو حقيقي. أكرر لكل شخص يسمعني، هاي مسألة أنت تترك علوم الكونيات وتبحث عن المصدر مباشرة، هاي مسألة أجيبكم فيها ضعف عند الطالب، عدم الفهم. هو ما فيه ترك، ليش؟ لأن أنت بأي تجربة تكون راح تقول هذا ممكن مش حقيقي. ما هو أنتوا أعطوني ها فورمولا، قاعدة تبين أنه التجربة حقيقية ومش حقيقية. يعني كيف أنت حتعطيني إثبات تام أنه أنت فعلا تركت الكونيات وذهبت إلى المصدر؟ هذا المصدر عندما تلتقي فيه ممكن أنت حتقول هذا مش حقيقي، لأن أنت كيف تعرف حقيقي ومش حقيقي؟ بأي منطق وبأي معنى وبأي فكرة من أفكارنا لا يعرف المصدر بكلامنا. يعني أنت من تقول أذهب وألتقي بالمصدر، طيب المصدر كيف سوف أنت تثبته لنفسك؟ بأي زاوية، بأي فكرة؟ يعني يظهر لك بضوء عظيم. طيب ممكن هذا تقول معمول بتكنولوجيا الهولوغراف، إذا يقول لك تسمع صوت ممكن تقول هذا معمول بتكنولوجيا الهولوغراف. You see؟ إذا تستلم فرح عظيم، ها فرح عظيم وحب عظيم، حتقول ثم ماذا؟ فهنا الطالب لا يعرف إن فكره محدود والكلام محدود، لأن العوالم الكونية هاي العلوم عميقة جدا جدا، من المفاهيم التي ها نحن نفكر بها. كل شخص يقول أترك علوم الكونيات وأذهب إلى المصدر، هذا خطأ كبير، لأن هو ما فيه ذهاب إلى المصدر، والطالب يبقى في حلقات، يعني جرب هنا وهناك وذاهب وصاعد ونازل، وهو كله تقول للتجربة، تقول ممكن هذا مش حقيقي. يعني أعطيكم مثال، مثلا شخص يمشي في شارع، أنت تلتقي بشخص يمشي في شارع، إنسان، ممكن أنت تقول هذا مش حقيقي، ممكن هذا كائن كوني وعامل نفسه على شكل بشر، صح؟ تمام وياي؟ لأن حتى ممكن نقلبها أيضا تكون صحيحة. يعني إذا أنت تمشي
في شارع وترى إنسان، وإذا نقول لك هذا مو يعني ليس من الحضارة البشرية، هذا كائن كوني يعامل نفسه إنسان، أيضا ما تصدق، تقول لا مين قال؟ فهو ما في هذا الشيء إنه أنا أذهب إلى المصدر، هذا مش موجود إطلاقا أبدا. ما تصل بهذا المعنى أنك أنت تترك أشياء، ها، وأنت ذاهب إلى أمر أنت ما بتعرف أن الفكر بتاعك محدود، لأن المصدر لا يعرف بالكلمة. عندما تقول مصدر أو عندما نقول خالق وخالقة، أنت حددته، فأنت كيف إذن حتقتنع أنه أنت ذاهب إلى المصدر؟ وكيف تعرف الذهاب؟ لاحظوا مثلا، إذا نأتي بعملة الدولار، ورقة الدولار، ممكن نثبتها إن هل هذه مزورة أو مش مزورة. ممكن، كيف؟ هناك ماشين، صحيح، ماكينة، وتكشف، فتقوم بإدخال الورقة و المشين تقول لك هذه العملة حقيقية أو مش حقيقية. لكن المصدر بأي معنى، بأي طريقة، بأي فكرة أنت تستطيع أن تثبت أنه حقيقي؟ لأنه حقيقي وليس حقيقي ما فيه معنى، ما يعطي معنى. تلاحظون؟ ما فيه أي معنى. الطالب ماذا يعمل هنا؟ يعني ممكن واحد يسمعنا يقول طيب أنا ماذا أعمل هنا؟ الجواب، أنت تجرب، هو هذا الجواب، تجرب وتجرب وتجرب وتدرس وتقرأ وتفهم وتحلل وتفكر وتنتقل من هنا وهناك. وبعدها، بعد كل هاي التجربة، ملايين من السنوات، ألتقيكم، أقول لك ماذا وصلت حقيقة؟ تقول أنا وصلت، ها، إن هذا المصدر وأنا والأكوان كلنا أنا. لماذا نقول هكذا؟ لأنه أنت الآن، كل اللي يسمعني، أنت سافر بمركبة كونية وتعيش في كوكب آخر مع كائنات كونية، أيضا تجدهم يفكرون معك، عاوزين، ها، يصعدون أعلى، وعندهم تحديات، وعندهم أفكار وظروف هم مش فاهميها. اصعد معاهم، كمل معاهم الرحلة، واصعد إلى البعد الثامن، في حضارات متطورة جدا، عالية جدا، راقية جدا، فاهمة جدا، تعيش معاهم فترة، أيضا تجدهم حقيقة، تجد عندهم تحديات وأفكار وظروف مش فاهميها، إلى أن نفترض، إلى أن تجرب وتجرب، صاعد 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 صاعد، نقول لك أنت قضيت ملايين من السنوات تصعد، فعرف لنا إذن مين أنت؟ مو أنت ملايين من السنوات تلتقي بكائنات كونية وتدرس وتفهم، فأين وصلت؟ أنت هنا الجواب هذا تقول أنا أكتشف أنه أنا كل الأبعاد. ليش؟ لأنه أنت كيف عندك القدرة أنه تنتقل من الخامس والسادس والسابع والثامن والتاسع والعاشر، وأستمر وياكم، والحادي عشر، إلا إذا أنت يكون عندك فكر، وأنت كل الأبعاد، أنت كل القوة، أنت المنظور، أنت الغير المنظور، أنت الروح الأبدية. إذا إحنا راح نرجع، البداية تساوي النهاية، تعرفون، الماضي يساوي المستقبل، الماضي، الحاضر والمستقبل واحد، الأكوان أنت، والنجوم أنت، والأبعاد أنت، أنت المنظور وأنت الغير المنظور. فهذا
هنا أجيبكم أنه هو ما فيه ترك ومشترك، أنه أنت تعيش وأنت كل الأكوان، ما فيه ذهاب، ما فيه هذا تتعب فيه، أنت كل الأبعاد، أنت المنظور وأنت الغير المنظور، وأنت النجوم وأنت الكواكب وأنت الألوان، أنت البحار، يجب أن تكون هكذا، يجب يجب يجب. لكن عندما أنت تترك التعريف ما حتصل، يعني أنت إذا تقول تترك تعريفك لنفسك وتذهب ما حتوصل. ليش ما حتوصل؟ لأنه أنت أي تجربة حتعيشها تقول مين قال هاي صحيحة؟ ممكن مو صحيحة. أي الآن أنا أناقشكم، أنت تصل للسادس، السادس عندهم حيرة، السادس عندهم حيرة، بعض الأمور مش فاهمية، إذن التجربة قليلة أو ناقصة. أصعد للتاسع أيضا عندهم حيرة بالأمور. لماذا نقول عندهم حيرة؟ لأن الأكوان بتوسع، الأكوان ببناء باستمرار معادلات كونية، والأكوان ليست ثابتة. العقل الكوني، طيب أنا أريد أقول لكم حاجة بالنسبة للمصدر، المصدر هو ثابت؟ هو مو ثابت. طيب أنت شلون حتذهب له؟ ما هو يبني باستمرار. المصدر لا يعرف بكلامنا، تقول أذهب إلى المصدر، هذا خطأ كبير جدا جدا جدا، لا تقعون به، مش هكذا أنت تفكر. أنت ارجع إلى الأعماق، إلى أعماق أعماقك، هيك بهالمعنى. وأنت الأبدي، أنت الحب الأبدي، أنت الذكاء الأبدي، أنت القوة، أنت المنظور، أنت الغير المنظور، هو هذا. وبعدها الدراسة بأي طريقة أنت تريد، أي ما أعرف، أي مجموعة روحية أنت تريد تكون معاها، أي تفعيلات روحية أنت تريد تعملها، اعملها على مزاجك. هكذا هذا الجواب. بالنسبة للأبعاد، يعني كان عندنا نقاش قبل التسجيل، نشارك هذا النقاش، فطلاب يقولون مثلا هناك معروفة بالإنترنت تسمعوها، يقول لك واحد صعد للرابع، واحد باقي بالبعد الثالث، واحد باقي بالبعد الخامس، أو عفوا يعني طالب يقول إنه هناك ناس بالأرض وصلوا أو صعدوا للبعد الخامس، فهذا صح. لكن حقيقة من العمق، من العمق هو ما فيه هذا الصعود أو النزول، يعني من العمق إنه الإنسان في كل الأبعاد، الإنسان هو خالق، الإنسان هو المنظور وهو الغير المنظور، هذا من الأعماق. يعني بالأعماق أنت ما تقول أريد أصعد للخامس، لأن البعد الخامس فيك والبعد السادس فيك موجود يعني، والبعد الثامن أيضا أنت. الآن نرجع إلى مسألة الأبعاد، البعد الخامس، ننتبه الآن، البعد الخامس أيضا هو مكان فيزيائي، وهي مجموعة من الكواكب، لكن تتصف بالصفاء وتتصف بالوعي العالي، يعني الكائنات اللي تعيش في البعد الخامس تعيش في أمكنة، مكان هو يعني مكان فيزيائي، لكن أجسامهم شفافة والمكان شفاف وطاقتهم عالية جدا جدا، هذا البعد الخامس. البعد السادس أيضا مكان، يعني البعد السادس ننتبه الآن، ملايين من الكواكب، كوكب مكان فيزيائي، هذا نحكي على البعد السادس مش الخامس، السادس. السادس أوسع بكثير من الخامس،
الخامس عوالم كثيرة جدا، يعني كواكب وحتى ممكن مجرات. حقيقة هذا الخامس فهو أوسع من البعد الثالث. الآن نرجع نبقى بالسادس. البعد السادس الكائنات التي تعيش هناك، نقول تعيش صفاء عالي جدا وتعيش محبة عالية جدا، هذا البعد السادس، وتعيش بذكاء عالي جدا مقارنة بالبعد الخامس، وهي شفافة جدا ولديها قابليات عالية، يعني الذكاء الوعي الفكر، ولديهم اتصال عالي جدا، ولديهم تكنولوجيات عالية جدا جدا، هذا البعد السادس. مقارنة للخامس أوسع ومتطور أعلى من الخامس. الخامس مقارنة بالثالث هو أوسع ومتطور أكثر من الثالث. هناك أيضا البعد السابع والبعد الثامن والتاسع والعاشر، بس هي ما حتنتهي. يعني أنتم أعتقد سامعيني، يعني بالإنترنت موجودة أن هناك 12 بعد، بس أنا أقول الأبعاد ما فيها رقم، لأنه ماذا موجود بعد البعد الثاني عشر؟ يعني هل الأكوان تنتهي أو يتوقف؟ الكون يتوقف أو الأكوان تتوقف؟ أنا أقول هناك أبعاد أعلى وأعلى 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 وأعلى، وفيها فلسفات عميقة جدا. الأبعاد مثلا البعد العشرين موجود، والبعد المائة موجود حقيقة، وحتى الكائنات يعني سلوكها أفكارها وعيها عالي جدا، فهمها عالي جدا، وهكذا نستمر. يعني سلسلة من الأبعاد، وهذه الأبعاد أيضا متداخلة. التداخل يعني واحد يأثر على الآخر، السابع يأثر على السادس، والسادس يأثر على الخامس، والخامس يأثر على الثالث. والتداخل متغير مش ثابت، وممكن أيضا ندخل في عمق نقول طيب ما معنى التداخل؟ يعني لو نعرف ما معنى كلمة أنه البعد السابع متداخل مع السادس، ما هو المعنى؟ تمام؟ بمعنى أجيبكم إن السادس مخلوق من السابع، والسادس يأخذ تعاليمه من السابع، أي هكذا تفاعلية. يعني هناك كائنات من البعد السابع أيضا تؤثر على البعد السادس، تتصل بكائنات البعد السادس، تعلمها، تدرسها، والسادس يأثر على الخامس، والخامس يأثر على الرابع، والرابع يأثر على الثالث، وهكذا. هذه إضافة. طالب أشار أنه بما أنه بعد فيجب أن يكون له مكان. أنا ناقشته قلت لا، ليس هكذا، ليس كل بعد يجب أن يكون هناك مكان، يعني كوكب، لا. هناك أبعاد نعم فيها أمكنة، يعني الخامس السادس السابع أتفق مع الطالب، لكن هناك أبعاد أخرى ما عندها مكان، يعني ما فيه مبدأ المكان موجودة هذه الأبعاد، لأنه إحنا تفكيرنا إحنا نعتقد نقول أها يعني بعد بمعنى إحنا نقفز نصعد إلى مكان، هذا جزء منه صح، لكن أريد أن أوضح هناك أبعاد ما في عندهم مبدأ مكان. فهسه الآن من شخص يسمعنا يقول لك طيب فين يعيشون؟ يعيشون ها مش يشترط إلا في مكان،
يعيشون في اللامكان. أكرر، يعيشون في اللامكان واللازمان، لأنه إحنا إذا نقول مكان بمعنى أيضا ارتبطنا بالزمن، تعرفون، والخامس والسادس والسابع عندهم زمن، بس الزمن قليل جدا جدا جدا، لكن هناك أبعاد ما فيها زمن، بمعنى ما عندهم مكان حقيقة. يعني لا يعيشون مبدأ أنه مكان، يجب أن يكون عندي مكان، لا. طيب ممكن الآن نتعمق فيها، هل الإلكترون عنده مكان؟ ما هو أيضا هذا يعيش بعد ولا ما يعيش بعد؟ فين مكان الإلكترون؟ وين يعني؟ طيب، وهذا الفضاء عنده مكان؟ يعني هل نستطيع أن نقول أين يعيش الفضاء؟ مو الفضاء كائن ولا مش كائن؟ الفضاء الفضاء كائن. طيب أقولكم حاجة، أستمر معاكم، هل اللون عنده مكان؟ هناك كائنات هي لونية ما تحتاج مكان، هكذا. أي، ما هو سؤالك عزيزتنا أنتي؟ إضافتي أستاذ، بقول إنه أي، لو في كائنات هي لا تخضع للمكان أو الزمان، فهي هنا تعتبر كائنات يعني غير محدودة، تمام؟ فهي يعني أي، ليه نضعها في فكرة كائنات؟ هي يعني مش هتحتاج إن هي تكون كائنات هنا، هي هتصبح مثل المصدر. لا، ما هو إضافتي إيه؟ احنا مو ليش حنرجع نقول ما معنى كلمة كائن؟ المصدر هو كائن، ما هو تعريف كلمة كائن؟ هاي الكلمة محدودة، احنا من نقول كائن اصلا احنا ايضا نقول اخطأنا حقيقة، لان هاي التعاريف ما تزال تعاريف اللغة بتاعتنا، يعني نقول كائن وبعد خامس وبعد سادس ومصدر، حتى ليش كلمة مصدر؟ بمجرد أنك قلت هذا مصدر فأنت حددت المصدر، لأن أنت وضعت تعريف المصدر، استخدمت الكلمة المادية أو الكلمة اللي آتية من، يعني ممكن من قواميس البعد الثالث، فهو هي ما في يعني نقول هو كائن أو مش كائن، لكن فقط احنا نستخدم نقول كائن حتى نوضح، بس إذا نمشي باللغة المصدر هو كان ولا إيش حسمين المصدر؟ إيه، أنت فقط هي تغيير كلمات، يعني أنت ممكن تستعيضين عن المصدر بكلمة كائن، نفس الشيء. أيضا الكائن ممكن أيضا يسمى مصدر، نفس الشيء. يعني ممكن تقولين كائنات الأندروميدا ممكن تسميها مصادر الأندروميدا، نفس الشيء. نفس الشيء. فقط أستمر بمناقشتك. فالكائنات اللي ما عندها زمن وما عندها مكان هي المصدر، صح، وهي كائنات أيضا، صح، وهي مش مصدر ومش كائنات أيضا، صح. أي، فإذا ممكن نعرف نقول إن هذه الأشياء هي ما تعيش الزمن والمسافة، ممكن تقولين مصدر صح، تقولين كائن صح، أي هكذا، تمام؟ تمام أستاذ. يعني كنت تريدين تضيفين شيء، قلت إذا بهالحالة إذا أنا جسم بالماتريكس، أي وماذا؟ نعم أستاذ، أنا أقصد لو أنا أصبحت كل شيء أي بما فيهم الجسد اللي هو البشري الموجود حاليا في الأرض، نعم، فده معناه إن أنا أيضا يعني بعيش الإيجابية وبعيش السلبية، صح، فهنا أنا رجعت مرة أخرى للكون اللي هو الإزدواجي. أي فيعني
هل ده صحيح؟ يعني أنا يعني مسألة إن أنا أقول أنا كل شيء، فبالفعل أنا كل شيء بما فيهم الطاقة الإيجابية والسلبية. ما هو شوفي، من نقول أنا كل شيء، ننتبه الآن، أنا كل شيء، تقولين الإيجابية والسلبية. طيب ما معنى الإيجابية وما معنى السلبية؟ مو إحنا شوية نضع تعريفات هنا الآن. أي طيب، الآن السلبية، عرفي السلبية. مو أنت تقولين إنه أنا كل شيء، فأنا الإيجابية وأنا السلبية. خلي أمشي معاكي، عرفي الإيجابية وعرفي ما معنى السلبية. فخلي نمشي بالمعتاد. السلبية هو الموت، السلبية هو المرض. انتبهي الآن، هو هذا أنا ناقشك. السلبية الخوف، هذه مش أنا، هذه مصنوعة، هذه ليست أنا، هذه ممكن أنا الفيك، هي حتى تسمى الإيغو ممكن، فهذه مش الحقيقية. أريد أن أقول لكم، فأنا كل شيء بمعنى كل شيء، كل الإيجابيات الموجودة. السلبية وضعت وخلطت مع الإيجابية، وتوهمنا أنه الإيجابية والسلبية هي أنا. لا، ما تمشي هكذا. وجودك بالأرض، بالجسم، عندك إضافة؟ لا أستاذ، وجودك بالجسم، أو وجود الإنسان بالجسم والمخاوف والقلق، هاي اللعبة، الماتريكس أو التلوث اللي لعب علينا، ممكن هيك نستخدم حقيقة. فهو اللعبة مش أنا، ما تصير. لأنه هل أنت سوف تقولين أنا الضوء وأنا اللعبة؟ ما تمشي. أنا أتحداك، كيف حتمشي؟ نستطيع أن نقول أنه الإنسان يعيش تلوث، صح، الإنسان يعيش جزء منه الماتريكس، صح، لكن ما نقدر نقول إنه الإنسان هو الإيجابي والسلبي. لا 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 لا، يعني تعريف الإنسان، أقصد من المعاني الكونية، الإنسان هو الضوء، القوة، المحبة، كل الأبعاد. إيه، هاي الإجابة حقيقة. إيه، الثنائية، ننتبه، الثنائية لا تمثل الكون الحقيقي أبدا، ما تصير، ما تمثل الكون الحقيقي. لأنه أنت كيف حتقولين مثلا الحياة والموت هي الكون الحقيقي؟ ما تصير. طيب مين الصح؟ ما هو كيف الآن؟ إذا نقول الحياة والموت هي تمثل الكون، طيب مين الصح؟ إذا قلت إن الحياة والموت الاثنين صح، ها؟ أو ممكن شخص يقول لك الحياة والموت اثنين صح، هنا الأكوان راح تتصادم. لأنه بهالحالة نقول الحب والكره صح، ها؟ الحزن والفرح صح. فالإنسان وضع الصح على الإيجابي والسلبي، بمعنى الشر صح. إذا نقول الله شرير، نقول صح.
إذا بهالمعنى، ونقول الله طيب صح. الآن ننتبه، إذا استمر معاكم طيب ليه صح؟ يعني ليه الشر صح؟ ومين وضع التعريف إن الشر صح؟ أيضا الإنسان هو ترجم، قال إنه الإيجابي والسلبي صح، يعني الإنسان هو فسر، وهذا خطأ. أن تكونوا معايا، إذا وضعنا صح على الإيجابي والسلبي، ها؟ فبمعنى أنه نقول الله الشر والله الخير صح. الآن ليش أنت وضعت الشر صح؟ على أي أساس قلت الشر صح؟ ممكن الشر، ها، أنت فسرت ووضعت صح، وممكن هو الشر أساساً مش موجود. فهنا إن الإنسان هو فسر وجعل الشر والخير صح وصح بتفسير الإنسان فقط، كما أيضا بتفسير الإنسان وضع الإيجابية فقط، أيضا تفسير الإنسان. يعني إحنا من قلنا إنه ما تصير الثنائية في العقل الكوني، أيضا هذا تفسير الإنسان، لكن احنا اعطينا التفسير لماذا. انت فاهمه علي الفكره؟ يعني احنا وضحنا الامور، اقصد يعني معاني الايجابيه المطلقه شرحناها، والشرخ الكوني، ومن اين اتت الطاقه السلبيه، وكيف يعني اسقطونا، وحتى اسقطوا الكائنات هذه اللي تجدوها بالغابه، الاسود، وهي كلها اسقطت. يعني تحدثنا حول هذا.